مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. حقيقة النهاردة حلقة خاصة وفيها جزء استكمال لحوارنا ولقائنا مع المهندس عطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان. الحقيقة النهاردة حلقتنا عن محصول مهم جدا وهو محصول اقتصادي بدعم خزينة الدولة والاقتصاد القومي للدولة وهو محصول الفراولة. الحقيقة هذا المحصول الذي يطلق عليه الذهب الأحمر هو محصول اقتصادي وينافس على المصدر الأول أو الرقم الأول في ترتيب المحاصيل الاقتصادية في مصر، لكن هذا المحصول اللي هنتكلم عنه مع المهندس عماد مهدي استشاري زراعة الفراولة وكمان في ناس من أمريكا هتتكلم معنا فيه هيكون بعد لقاء مع المهندس عطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد، وهو لقاء مسجل في من مقر الشركة. هذا اللقاء هو استكمال للقاء سابق تم مع المهندس عطر حنورة. المهندس عطر حنورة أكد أن مشروع المليون ونصف المليون فدان هو مشروع قومي أطلقه الرئيس في عام 2015 بهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر، بهدف دعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر. المهندس عطر حنورة أكد أن هذا المشروع هو مشروع متكامل، مش بس هدفه زراعة لكن هدفه أيضا تنمية صناعية، هدفه إنشاء مجتمعات مستدامة جديدة، هدفه استزراع سمكي، هدفه ثروة حيوانية وتنمية الثروة الحيوانية. في هذا الجزء اللي احنا هنتكلم فيه هيتكلم عن نقاط مهمة جدا لشباب متفائل مليون ونصف المليون فدان. هيتكلم على غرب المنيا، ومنطقة غرب المنيا كلنا عارفين انها من المناطق الواعدة زراعيا، منطقة تقع في جنوب مصر، في المخزون الاستراتيجي من المياه فيها متوفر بصورة كبيرة، درجة الملوحة فيها قليلة، درجة الانسيابية والتسطح الأرض فيها مناسبة جدا للزراعة، وبالفعل الناس بدأت تزرع هناك وفي نموذج كبير لوزارة الزراعة ومزرعة وزارة الزراعة هناك، وفيها منطقة إرشادية للمزارعين، في منتفعين بدأوا في زراعة النخيل وآخرين بدأوا في زراعة الزيتون. الحقيقة هذا المشروع هو من أهم المشاريع الزراعية اللي بالفعل احنا رحنا زرنا غرب المنيا، ورحنا زرنا المغرى، ورحنا زرنا أكثر من منطقة للمشروع، وشفنا ناس بتشتغل في عمق الصحراء بتواجه الكثير من التحديات، تواجه تحديات الطرق، تحديات الكهرباء، وتحديات شبكات المحمول، وهذه التحديات تحدثنا فيها مع المهندس عاطر حنور رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ووعد أنه خلال نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من شبكات المحمول وشبكات الطرق خاصة في المغرى، وشبكات الكهرباء شغالين فيها بحيث أنه يتم وضع آلية محددة بالاتفاق مع رئاسة الوزراء لتوفير شبكات الكهرباء بأسعار مناسبة لمنتفعين المليون ونصف المليون فدان، باعتبار أن الكهرباء من أهم الأمور التي لا بد أن تتوافر في الأراضي الجديدة، ويكون في محصول اقتصادي له عائد مقابل التكلفة، تكلفة السولار اللي بيتم استخدامها كتعويض للكهرباء. احنا هنطلع نشوف لقائنا مع المهندس عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، وهو الجزء الثاني من لقائنا معاه تم عرضه الأسبوع الماضي. هذا الجزء بيتحدث فيه عن ثلاث نقاط مهمين، أولهم غرب المنيا، وتاني نقطة يوجه رسالة مهمة جدا لشباب المنتفعين، والجزء الأهم ده مفاجأة من وزير الزراعة لمنتفعي منطقة المغرى في العالمين. هنطلع نشوف لقائنا مع المهندس عاطر، وهنرجع نكمل في حلقتنا مع المهندس عماد مهدي استشاري زراعة الفراولة عن أهم محصول في مصر، محصول اقتصادي وهو الذهب الأحمر. انتظرونا. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. احنا في ضيافه المهندس عطر حنوره رئيس مجلس اداره شركه الريف تنميه الريف المصري الجديد والعضو المنتدب. اهلا بحضرتك باشمهندس عاطر. عاوزين نعرف من حضرتك سؤال رئيسي ممكن يعني هام او يهتم به الكثير من الشباب وصغار المزارعين، وهو لماذا امتلك ارض في مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ أولا المليون ونصف المليون فدان هو مشروع متكامل زي ما سيادتك بدأت الحركة الحلقة،
كان هو مش عباره انك تاخد حته ارض وتزرعها وخلاص، هو مشروع بيتكامل، الطرق الداخليه، الطرق الخارجيه، اهتمامنا ان يبقى فيه طرق توصلك بالمحاور الرئيسيه، اهتمامنا ان يبقى فيه تغطيه للمحمول، تخطيط دقيق وعام لكل المنطقه، مناطق خدميه، مناطق صناعيه، مجتمعات سكنيه وعمرانيه، مناطق خدمات، وحدات صحيه، هيبقى فيه ان شاء الله كمان تواجد شرطي. كل دي اسباب بتقول لك انت مش فقط رايح تزرع، انت ما هو والا كنا يعني الموضوع اكتمل انك تكمل بقى كوضع يد، الناس تروح وضع يدها تروح تقنن، لو كانت القصه بشكل عشوائي، لكن دي اساس لمجتمعات تعتمد على الزراعه. بنتكلم على زي ما قلت لحضرتك، بنتكلم على تصنيع زراعي، وفي اماكن محدده للتصنيع الزراعي، بتدخل كهرباء عشان التصنيع الزراعي، لان التصنيع الزراعي هو القيمه المضافه الحقيقيه للمنتج الزراعي، هو ده اللي فيه الربحيه الكبرى. بس كل الامور دي بتتعمل بشكل متلاحق. ليه تاخد ارض في الريف المصري؟ اسعار، فترات سماح، طريقه تقسيط، تكامل، خدمات بتتعمل بشكل متلاحق من الدوله. ده وده طبعا اهم حاجه انك تاخد عقد وتخرج بره قصه وضع اليد وقصه القصه اللي هي مش صح. يعني الحاجة الثانية ان الاماكن بتاعة الريف المصري اماكن لها يعني بعد اخر استراتيجي، انها هتبقى دي بعض المناطق زي ما بيطلق عليها العواصم الزراعية، المغرى والمنيا على وجه الخصوص، لان دول مساحات ضخمة جدا. سيوة 30,000 فدان مخصصة للزيتون والنخيل، ودول يعني اهل سيوة لهم باع طويل في هذا. خلص نص الارض، فاضل حوالي 10,000 او 12,000 فدان بيتم توزيعهم دلوقتي في سيوة. تعال بقى نبص على المغرى والمنيا، قرابة ال 630-640,000 فدان، مساحة ضخمة. المنيا لها طبيعة خاصة، المغرى لها طبيعة مختلفة. المغرى مع دخول الكهرباء واستخدام محطات تحلية وما إلى ذلك، هي بحكم طبيعة وضعها الجغرافي هي الامتداد الزراعي أو ما يطلق عليه الباك يارد، مدينة العالمين الجديدة. العالمين الجديدة، وطبعا دي لها بعد يعني استراتيجي هام جدا. الزراعات اللي هتطلع من المغرى حاليا إذا كانت جوجوبا أو غيره، او الزراعات الجديده اللي هيستخدموها في بعض اعمال التحليه، والجدير بالذكر برضو مهم جدا، كان في اجتماع من حوالي اسبوع مع السيد وزير الزراعه، واشر واحنا في الاجتماع بانشاء منطقه ارشاد عظيم في منطقه المغرى. ده يعني ده انا اعتقد ان المنيا النموذج الموجود في المنيا كان لابد ان يكون في المغرى، وطالبنا الوزير السابق الدكتور عز الدين ابو سديد بهذه النقطه المهمه وهي الارشاديه. انا بقول حاجه، دي دخلت حيز التنفيذ. معالي الوزير اشر على الطلب اللي احنا مقدمينه، واحنا في هذا الاجتماع وجالنا هذا الطلب مؤشر عليه بالخطوات التنفيذيه، واحنا دلوقتي هم هننزل يختاروا مساحه من الارض، ان احنا هندي الريف المصري هيوفر الارض، هيوفر ابار، هيوفر لهم مكان في المنطقه الخدميه كاقامه، وهيتبدا لان المغرى فيها تحديات زراعيه كثيره، فدي هتبقى منطقه ارشاد هامه جدا وبحثيه، يعني ارشاديه وبحثيه ارشاد وبحث، هيبقى مش فقط وزاره الزراعه ومراكز البحوث الزراعيه او الدكتور نعيم صلحي والجهاز اللي عامل معاه، هيبقى كمان بعض الجهات الدوليه زي الفاو واليونيدو وما الى ذلك هيتعاونوا في هذه المناطق للارشاد. فيما يخص منطقه، هل ممكن يعني البعض او الكثيرون يصفوها بانها منطقه واعده، هل يمكن ان تتحول غرب المنيا الى عاصمه زراعيه جديده؟ لا، شوف حضرتك، منطقه غرب المنيا بامتداداتها اللي بيخطط ليها حاليا
دي هتبقى أكبر تكتل زراعي وظهير صحراوي زراعي في يعني أقدر أقول لك في مصر كلها. الريف المصري حاليا له حوالي 320 ألف فدان حاليا. منطقة ال 180 ألف فدان بتاعة القناة للسكر دي على الحدود بتاعة الريف المصري، يعني هم أكثر غربا مننا ورانا بشوية. منطقة غرب المنيا، الطرق وما إلى ذلك. أهم حاجة فيها إيه؟ غرب المنيا تتميز بالآتي: نمرة واحد، الأرض مسطحة ما فيهاش هضاب وعالي ولا كتير. نمرة اتنين، ملوحة المية مقبولة جدا وزراعات كثيرة نجحت فيها من خلال مزرعة وزارة الزراعة. النشاط الحيواني مبهر، وزارة الزراعة عملت الدكتور الصياد كان يعني له بصمة واضحة في الانتاج الحيواني، فاخر جدا. نسبة الملوحة في المية هناك زي ما قلت حضرتك بتتراوح من 1300 1400 1500 بالكثير. في هناك أراضي مطروحة بآبار وأراضي مطروحة بدون آبار. وده الطرح الجديد اللي احنا طرحينه، طرحين قرابة 100,000 فدان في منطقة غرب المنيا، خلاص متاح حاليا. بيجي بعض صغار البزارعين بياخدوا الأراضي اللي هم طالبينها بآبار وبدون آبار، وفي كثير من طلبات المستثمرين بالذات بعد يعني كانت الفترة بتاعت الكورونا دي، كانوا قدموا الطلبات بس ما كانوش قادرين ينزلوا يشوفوا الأرض ويعملوا أبحاث بتاعتها. بدأت الزيارات في خلال الأسبوع اللي احنا فيه والأسبوع اللي جاي، فمتوقع ان هم يبتدوا يتعاقدوا على أراضيهم ويبتدوا يشتغلوا فيها قريبا. هي منطقة جيدة واعدة فيها تكامل شديد، قريبة من الطريق الغربي، بتوصل لغاية أرضك بطريق أسفلت، المحمول والكهرباء زي ما اتكلمنا قبل كده هتكون موجودة. أهم ما في الموضوع إن هي محاطة بمدينة بني مزار، أبو قرقاص، ملاوي، بني سويف، المنيا، فعندك حجم العمالة الزراعية اللي عارفين يعني إيه زهر، لا اللي عارفين يعني إيه صحراء، اللي زرعوا في الصحراء، فدي متاحة على بعد 30-40-50 كيلو منك. فيعني ما هياش زي مكان أخرى زي المغرى، المغرى أبعد شوية من مناطق تواجد العمالة. فطبعا دي نقط هامة جدا. انت قريب تعدي النيل الناحية التانية توصل إلى مواني البحر الأحمر إذا كنت تستهدف للتصدير، على بعد 200 كيلو من القاهرة، مفتوح قدامك أسواق الصعيد، فهي منطقة بلا شك هي المنطقة الواعدة. الناس هيئة مجلس الأعلى للزيتون من الأماكن اللي اختارها واعتبر ان دي من أفضل الأماكن في مصر لزراعة الزيتون، خاصة زيتون الزيت، هي منطقة غرب المنيا، لأن المناخ بتاعها ملائم جدا، الأرض والملوحة المية ممتازة بالنسبة لها. فطبعا اختاروها من الأراضي الخاصة اللي يجود فيها زراعة الزيتون وزيتون الزيت. فهي زي ما حضرتك النهارده الغوريل واخد 180 ألف فدان بيزرعهم بنجر وعامل مصنع، وان شاء الله احنا نزوره برضو في زياره ان شاء الله جدا. تم الاتفاق معاه ان هم اي حد في اراضي الريف المصري عايز يزرع بنجر هيدعموه وهيشتروا انتاجه، لان هم حجم المصنع اللي بيتعمل واللي هيخش حيز التنفيذ ان شاء الله في خلال سنه او اكثر، طاقة هذا المصنع تفوق طاقة المنطقة اللي هيزرعوها بنجر 180 ألف فدان، وبالتالي هيبقى فيه مساحة كبيرة للناس اللي عايزين تزرع في امتداد غرب المنيا أو غرب المنيا، ده على بعد كيلومترات بسيطة، فمش حتى النقل مش هيبقى بالنسبة له مكلف. طبعا ده غرب المنيا طبعا بلا شك هي المنطقة القادمة، وهيبقى لها ثقل زراعي كبير، وحتتولد عليها بمجرد ما الناس تزرع حتتولد بصفة مباشرة استكمال سلسلة القيمة فورا. انت زرعت ايه الزراعات الموجودة، هتبتدي بقى الاسواق تنشأ، هتبتدي الصناعات تنشأ، وتبتدي سلسلة القيمة تتقفل.
في ظل فيروس كورونا والتحديات الكتير اللي بتواجهها كافة القطاعات في الدولة الصناعية وباقي القطاعات الأخرى، كيف ترى أهمية الاستثمار الزراعي في هذا التوقيت؟ لا، الاستثمار الزراعي أثبت أنه هو الاستثمار المهم والواعد والضروري في ظل التحديات اللي احنا شهدناها في الفترة الأخيرة، منها الأوبئة أو كورونا أو ما شابهها من تحديات. تأثرت الصناعات، تأثرت عجلة التجارة، تأثرت النقل. الحاجة الوحيدة اللي كان لها الرواج وسند الاقتصاد في دول متعددة منها مصر كان النشاط الزراعي. في دول كثيرة انعزلت تماما عن باقي الدول نتيجة للكورونا أو الأوبئة اللي كانت موجودة، وكان في الحالة دي ضروري جدا أن يبقى عندها شيء من الاكتفاء الذاتي أو شيء من الاعتماد الذاتي على زراعتها. مفيش دولة بتزرع كل إنتاج أو كل الزراعات المطلوبة، ولكن على الأقل أنت تقدر في فترة الانعزال أو فترة انغلاق يبقى عندك اعتماد على الزراعة. الزراعة بتعتمد أساسا على استقرار ملكيتك، فاستقرار الملكية ده كان أهم حاجة. عشان كده الريف المصري كان مهتم جدا، ودي كانت أولى التوجيهات، لازم المستفيد يبقى عنده اطمئنان إن أرضه مع عقده، عليه التزامات زراعية إنه يزرع، عليه التزامات تنمية، عليه التزامات مالية، بس هو ضامن عقده وبالتالي يقدر ينطلق يدخل بقلب جامد زي ما بقول. دي كانت مهمة جدا عشان المزارعين والمستثمرين يطمئن ويبدأ ينطلق ويحط فلوسه في أرضه، غير لما يحط فلوسه في أرض هو مش عارف هتتقنن ولا مش هتتقنن. دي كانت أهم حاجة. التسهيلات وكل البنية الأساسية اللي بتعملها الريف المصري علشان تخلي المستثمرين يطمئنوا، وده أثبت رؤية القيادة السياسية التوسع في الاستصلاح، التوسع في الصحراء، زيادة الرقعة الزراعية، مشروع الصوب، مشروع الرؤوس الماشية، مليون النخيل، الزيتون، مشروع النخيل، مشروعات كثيرة جدا متكاملة. بدأت هذا المبادرة وهذا الفكر من سنوات بسيطة، من 6 سنوات، وبدأت تأتي ثمارها. النشاط الزراعي زي ما سيادتك تفضلت هو النشاط اللي سند في فترة الكورونا وفترة الجائحة اللي احنا فيها، وان شاء الله هيكون هو السند فيما بعد ان شاء الله. في اخر حلقتنا عاوزين من حضرتك رسالة الى شباب المنتفعين والمستثمرين في المليون ونصف المليون فدان. المنتفعين بشكل خاص وبشكل عام احنا نقول لهم ازرع واحنا وراكم. المنتفعين او من الشباب نقول لهم أرجوكوا عايزين تعرفوا أي معلومة وعايزين تتأكدوا من أي حاجة، اتصل بالريف المصري، تواصل معنا، استفهم واستعلم عما اللي انت عايزه. لكن للأسف اللي بيحصل ان هم بيسمعوا لبعض وبعضهم بيبقى فاهم الموضوع غلط، والموضوع بيتحول إلى معلومة خاطئة وبيبتدي يتصرفوا على أساسها، أو بيبتدي يقول لك هو ده الصح وانا ده اللي همشي وهو اصلا ماشي في اتجاه خطا. تعالى الريف المصري، اتصل ب 16809 و طلبات صغار المزارعين والمنتفعين لن تنتهي، واحنا متفهمينها. ازرع ازرع نمي، وبعدين تعالى اطلب اللي انت عايزه، هنشوف بقى نقدر نعمل ايه ونقدر نوفر لك اللي انت عايزه ازاي. ولكن في ناس راحت زرعت واشتغلت، وفي ناس قاعدة انا محتاج انا عايز انا مش هروح غير لما يحصل انا مش وهكذا. يا فندم روح ارضك اللي انت استلمتها، ابدا ازرع فيها، ابدا اشتغل فيها، والريف المصري والدولة هتكون في ظهرك. اعمل اللي عليك، خش الارض وازرع، ما تقعدش قاعد في بلدك او في مدينتك وانت اصلا ما روحتش ارضك تشوف شكلها عامل ازاي
بتقول والله انا عايز ما ادفعش او عايز ادفع على 20 سنه يا فندم انزل انت لسه عندك 3 سنوات او 4 سنوات قبل اي دفع انزل ازرع الاول وبعدين شوف انت حاجاتك تشوف نساعدك ازاي. انا بشكر حضرتك جدا مهندس عطر حنوره رئيس مجلس اداره شركه تنميه تعريف المصري الجديد، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء، وبنشكر الريف المصري على هذا المجهود والدوله في دعم الشباب والمستثمرين في هذا القطاع الزراعي الهام، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده من مقر الريف المصري، ونبادر بان احنا نمتلك اراضي في فرص لن تتكرر مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا إن شاء الله الخميس المقبل 9 مساء، ومعكم شعبان بلادي. مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سأزرع المليون، حلقتنا النهاردة زي ما قلنا بعد ما استمعنا إلى المهندس عطر حنورة وإنشاء منطقة إرشادية في منطقة المغرب موافقة وزير الزراعة، الحقيقة ده إنجاز كبير لمنتفعين المغرب. ليه؟ لأنه المركز الإرشادي أو المركز البحثي اللي هتشرف عليه وزارة الزراعة سيكون بمثابة مكان يلجأ لي أي منتفع في منطقة المغرب يعاني من ملوحة، بيعاني من مشاكل في المحاصيل، وكمان هيتم عمل تجارب على المحاصيل الأكثر تناسبا مع الأرض والملوحة والمناخ في المغرب. وكمان وجه رسالة للمنتفعين بأن على الجميع أن يزرع في الأرض وبعد كده يطلب اللي هو محتاجه من الريف المصري. احنا هنتكلم في محصول مهم جدا وهو محصول الفراولة الذهب الأحمر، من أهم المحاصيل الاقتصادية في مصر، لكن الحقيقة زي باقي المحاصيل فيها بعض التحديات وبعض المشكلات اللي بتواجه المزارعين، سواء في الأصناف اللي بيتم استيرادها من الخارج وعملية اكسارها، ويعني بطرق غير مشروعة من قبل بعض الناس اللي بيحاولوا ينتفعوا من خلال هذه العمليات. وكمان بالإضافة أن كمان في أصناف جديدة محتاجين مصر تاخدها من بره أو تحصل عليها من الشركات اللي موجودة بره. احنا معانا الدكتور فهيم أورا وهو مدير برنامج تربية الفراولة في جامعة فلوريدا بأمريكا، هو بيكلمنا دلوقتي من أمريكا. دكتور فهيم مساء الخير يا استاذ شعبان، ومساء الخير على كل اللي موجودين معاك، وكل سنه طيب وكل اللي في مصر بخير ان شاء الله. حضرتك يا رب تكون طيب وبخير، خاصه ان الظروف دلوقتي في امريكا فيها مشاكل كتير فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد. طمنا على حضرتك يا دكتور. الحمد لله بخير، والله بخير الحمد لله، وربنا يعديها علينا جميعا وعلى مصر وكل اللي في مصر بخير يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب كله يرجع لطبيعته ان شاء الله. يا رب يا دكتور. الحقيقه حضرتك اتكلمنا مع حضرتك ومع اكتر من مره ومع مزارعين فيما يخص الاصناف، احنا عاوزين نعرف من حضرتك كان المفروض يكون في بروتوكول تعاون خلال الفتره اللي جايه او الفتره اللي فاتت بين جامعه فلوريدا وشركه ايكلاند من اكبر الشركات المنتجه لاصناف الفراوله، وبين وزاره الزراعه للتحكم في موضوع الاصناف اللي بيتم اكثارها. عاوزين نعرف يا دكتور يعني كيف تتاثر صناعه الفراوله باكثار الاصناف، والفتره اللي جايه كيف يتم يعني التحكيم او حكم الملف ده. والله يا استاذ شعبان انا بشكرك كتير، واحنا يعني نشكر كل واحد سواء كان مزارع صغير او مصدر او شغال في المنظومه دي كلها خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، لانه فعلا بالفعل يعني انا كنت في مصر في شهر فبراير اللي فات، وكان ليا الفرصه والشرف ان انا اقابل معالي وزير الزراعه في مكتبه، وكان في فرصة كويسة جدا ان انا تحدثت معاه في كل الامور المعوقات والايجابيات والسلبيات لهذا، وبالفعل طلب مني بروتوكول تعاون من جامعة فلوريدا ومن شركة ايكلاند، وانا عملت البروتوكول ده وبعته تقريبا دلوقتي بقى لي 3-4 اسابيع، وهو بيتم دراسته من قبل الوزارة والمسؤولين والجهات المختصة في مصر. انا بس يعني عشان حضرتك بس مختصر المفيد في الـ في الـ في البروتوكول ده، البروتوكول ده كويس جدا جدا، وهيخدم الصغير قبل في مصر، لانه هو بيدور
ان انا اقنعت جامعه فلوريدا وشركه ايكلاند ان هي من مجرد الاتفاق بيننا على البروتوكول ده ان هم وافقوا ان هم ياخدوا مصر كمركز انتاج شتلات دولي عالمي. يعني بدل ما الشتله تيجي من كاليفورنيا امريكا او من اسبانيا او من هولندا، هم وافقوا ان هم مصر ننتج الشتلات محلينا يا دكتور، ان مصر تبقى المركز الرئيسي ليهم في انتاج الشتلات، مش بس الفراوله، ده هم بيشتغلوا في 4 5 محاصيل. وده طبعا هيعود بالنفع الغير طبيعي. انت ما بتتكلمش بقى في الدخل القومي المصري اللي جاي من التصدير المجمد والفريش اللي بيتراوح بين حوالي 270 مليون دولار سنويا، انت بتتكلم في دخل تاني خالص دلوقتي. هتنتج شتله هتبيعها بسعر مرضي صغير قبل الكبير في مصر، مش هتكلفه ابدا زي ما هو بيستوردها دلوقتي. الحاجة الثانية هتغذي كل دول افريقيا اللي احنا دلوقتي الرئيس والمجهودات بتاعة علي الوزير والعلاقات اللي احنا بننشئها دلوقتي في دول افريقيا كلها، دول جنوب وشرق وساوث امريكا، كل الدول ديت على علاقة طيبة بالجامعة وبالشركة، وهم ابتدوا دلوقتي ياخدوا تعليمات مننا ان الشتلات بتاعتهم هتجيلهم السنة الجاية. وابتدينا السنة دي فعلا نودي الهند من مصر وماشيه تمام التمام، وده طبعا بالنسبه لمصر هتبقى حاجه كويسه جدا جدا، مش بس الدخل القومي وهو الى اخره. اللي انا بتطلع اليه يا شعبان دي، واحنا اتكلمنا في الحكايه دي كتير، ان انت بتتيح فرصه لصغار الباحثين المصريين ان هم يشوفوا الحاجات الجديده ديت اللي هتتعمل في مصر، يعملوا عليها ابحاث ويتدخلوا مع المربيين الاصليين، بدل ما الناس اللي هي دخلت بشكل غير قانوني واختارت الطريق السهل ان هي تكسر الشتله بطريقه غير قانونيه وتوهم الفلاح المصري وتوهم المسؤول المصري ان هو بينتج شتله وبيوزعها، بس هي مش بتاعته، هي مش هو اللي ناتجها، مش هو اللي عاملها، لا لا ليس له علاقه بيها. انا دلوقتي بقول له انا هجيب لك الحاجه اللي عندك، هات لي الباحث الصغير ده اللي عاوز يبقى مربي ويطلع صنف جديد مصري يحمل اسم مصر واساتذه مصر وباحثين مصر، واشتغل مع الناس دول على اساس ان انت تحافظ على السمعه اللي مصر عملتها. فعلا مصر الاولى في تصدير الفراوله المجمد، دي حاجه يعني مش بسيطه، دي حاجه لفت العالم كله. مصر الرابعه على انتاج يعني كتوتال منتج من الفراوله على مستوى العالم، دي برضه حاجه مش بسيطه. الاصناف اللي بتيجي دي كلها، هو ايه اللي بيخلي الجامعه ولا شركه ايكلاند بتتخوف ان هي تنزل، بدل ما تنزل 4 5 اصناف جديده كل سنه، بتتخوف من ايه؟ لانه الناس الافراد المعدودين على الاصابع دول، وانا بشكر معالي وزير الزراعه من كل قلب فعلا لتفهمه والفريق العمل بتاعه على هذا، ان دول اشخاص معدودين على الاصابع. هل تم اتخاذ اجراء من وزاره الزراعه بخصوص الناس دي؟ انا شايف ان في شغل، يعني هو البروتوكول زي ما انا يعني اخر اخبار جت ان هو بيتم تداوله بين الجهات المختصه، بس انا في الحقيقه لسه ما جاليش رد رسمي عليه عشان الخطوات، بس اتمنى ان كل المسؤولين المصريين اللي انا اتكلمت معاهم بما فيهم الاستاذ الدكتور المحترم احمد العطار اللي هو فاهم كل الباك جراوند بتاع المواضيع دي كلها، وعمليه تصدير الشتلات الغير قانوني وعمليه كذا وكذا وكذا، ان الدخل اذا كان بيخش وزاره الزراعه، لو انت بصيت الدخل اللي بيخش 70 80 الف جنيه، انا بتكلم في ملايين يا استاذ شعبان، تدخل في البلد وتدخل البلد نفسها، مش تخش في افراد يعني individuals ولا واحد ولا اشخاص اتنين. اشخاص بيعملوا بشكل فردي للربح الشخصي يعني. بشكل فردي. الحاجه الثانيه ان الشركه والجامعه في البروتوكول ده انا قلت بصوره واضحه ان ستساهم الشركه بكل ما تملك من المساعده في البنيه التحتيه، البنيه التحتيه احنا يعني حضرتك يا دكتور انتوا هتعملوا مركز لشركه ايكلاند وجامعه فلوريدا هنا في القاهره او في مصر، هتنتج الاصناف دي والشتلات هنا في مصر.
تمام. ودلوقتي اصلا احنا يكون في مشاركه من وزاره الزراعه في المركز ده او في طبعا 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 اشراف كلي وجزئي من وزاره الزراعه المصريه واساتذه الزراعه المصريه اشراف. ده بروتوكول تعاون مشترك، كل حاجه تتم تحت اشراف الوزاره والحكومه المصريه والمسؤولين المصريين. الحاجه الثانيه استاذ شعبان، ان شركه ايكلاند رسميا عملت فرع ليها في مصر سميناه يعني ايكلاند مصر كان باك ايجيبت، وهو دلوقتي في مرحله التاسيس من خلال وزاره الاستثمار وهو الى اخره بصوره رسميه، شركه ايكلاند بالقاهره مصر يعني. الشركه دي بيبقى لها الحق بقى انها تتعاون مع الجهات الحكوميه مع الجهات الخاصه مع كذا مع كذا. وبصراحه معالي الوزير سهل كل حاجه، يعني قال لي اللي انتوا عاوزينه هيتعمل وهو الى اخره، ولكن اتمنى ان الناس اللي موجوده لما تنقل معلومه للمسؤولين تنقلها صح وتعرف مدى فايده مشروع زي كده بالنسبه لمصر هيبقى ايه. الشركه عاوزه تجيب تزود الساحات المورده، الشركه عاوزه تدعم الفلاح الصغير، الشركه مش عاوزه تحتكر الاصناف الجديده بتاعتها على شركه او اثنين او ثلاثه عشان هيحافظوا على الصنف والباقي هيضربوا. الشركه عاوزه تكسب، الشركه عاوزه تكسب اللي حواليه. امين لايك في حاجات كتير جدا الجامعه بتقدمها ليه؟ لانه هي عارفه مدى قوه مصر ومركزها واهميتها باعتبار ان هي من اكبر الاسواق لزراعه وتصدير الفراوله في العالم. بالظبط. طب دكتور في سؤال مهم، في سؤال مهم، وهو في هل في اصناف جديده نزلت من الفراوله السنه دي في مصر ولا لا؟ نزلنا صنفين جداد موجودين دلوقتي وموجودين عند المزارعين كلهم، ويعني لسه في مرحله المشتل وكده، فان شاء الله باذن الله يعجبهم. ده صنف يعني صنف من برنامج، مش من برنامج جامعه فلوريدا، ولكن من برنامج اسباني تاني. الصنف ده بيبقى متاخر شويه بس بيخش في المجمد وتصديره بيستمر لحد شهر 5 و6 و7 حتى خلال السنه. احنا عندنا مش اقل من 4-5 اصناف جديده لو تم البروتوكول ده وتم الاتفاق عليه وفي اطمئنان ان الاصناف ده هتتحمي في مصر من قبل المسؤولين المصريين والناس المصريين. صدقني بدل الصنف هيبقى 5 اصناف، كل الاصناف الجديده هتتجرب على ارض مصر، اللي ينفع ينفع واللي ما ينفعش ما ينفعش. هو انت يعني الناس مش طالبه غير حمايه الاصناف بتاعتها بالظبط، لا اكثر ولا اقل. هي المفروض تتحمي من غير حاجه، بس هم بيقولوا لك احملنا اصنافنا وكمان شاركنا في اي بروفيت ممكن او اي دخل ممكن يخش للشركه او للجامعه من عندك، احنا مشاركه، لان هم عاوزين برضه، هم مهم جدا بالنسبه لهم ان ابحاثهم العلميه وانتاجهم العلمي يستفيد بيه دول زينا ودول في افريقيا ودول كذا ودول كذا. هم طبعا الربح مهم جدا بالنسبه لهم، بس في نفس الوقت ده برضه حاجه الدعم اللي بيجي لهم ده عشان يطلعوا اصناف جديده. طب دكتور فهيم، يعني من خلال حضرتك متابع لزراعه المحصول الفراوله في مصر، تعتقد ايه الحاجه اللي بتنقص هذا المحصول سواء بالنسبه للمزارع او بالنسبه للجهات المسؤوله؟ اللي بينقص يعني انا من وجهه نظري طبعا، وممكن حد يفكر ان انا يعني بايظ في الحكايه دي، ان اول حاجه انت بتبدا الزراعه كلها بالشتله، ان انت المصدر بتاع الشتله بتاعتك يكون نظيف، تبقى انت عارف ان الشتله دي جايه لك من مصدر موثوق منه 100%. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه ان بكل العمل الدؤوب اللي انا بسمعه في مصر دلوقتي، سواء كان من الحجر الزراعي او من هيئه سلامه الغذاء، جوده المنتج المصري ومتبقيات المبيدات والى اخره، احنا ما عادش عندنا مشاكل في دي الحمد لله. احنا دلوقتي المنتج المصري بتاعنا يعني تفخر بيه ويفخر بيه كل مصري في اي دوله في العالم. فهي المساله مجرد ان الناس تشتغل صح، ان الناس كل واحد كده في مكانه ما يبقاش عليه حارس، يبقى يراعي ضميره في اللي هو بيعمله، لانه لو وزارة الزراعة هتمشي ورا المزارع ولا المصدر ولا اللي بيكسر شتلة ولا الحجر الزراعي يعمل كده، هو كل واحد فينا لازم يبقى عنده ولاء لبلده، سمعتها، كيانها، وكل هيكسب صدقني، يعني كل هيكسب. يا
يعني هي مثلا ايكلاند السنه دي نزلت الشتله بسعر مرضي للجميع لكل مصر. الناس اللي حواليها يقول لك انتم بتنزلوا الشتله، طب قللوا الشتله برضه لسه، انما ممكن تتقلل كمان وكمان وكمان، لانه الشتله دي هتتعمل عندك في بلدك. فعلا. فانت هتدفع شيبنج ولا هتدفع هاندلنج ولا هتدفع طيران ولا بحر ولا حاجه، والدخل كله للبلد. يعني لو كل واحد في مكانه يا استاذ شعبان ومسؤول ومزارع ومصدر ومورد اشتغل بس نصب عينيه ان هو يشتغل صح، يعني كلنا هنريح بعض. طب دكتور فهيم، يعني احنا كل القطاعات في مصر او في العالم بصوره عامه تاثرت بازمه فيروس كورونا، حضرتك كيف يعني ترى تاثر او مدى تاثر المزارع، مزارع بالذات مزارع محصول الفراوله بهذه الازمه، والصادرات صادرات الفراوله كمان؟ تمام. هو الحمد لله الكورونا يعني جاء يمكن ابتدى بذروته في مارس مثلا ولا حاجه، كان تقريبا يعني موسم الفراوله الاساسي للتصدير في مصر كان انتهى. اللي تاثر بيه وتاثر بيه كويس جدا ويعني اللي هو الاسواق الاوروبيه زي اسبانيا مثلا والمغرب اللي بتخش بعدنا في السوق. دي اللي تاثرت بيه بالنسبه لتصدير الفراوله الفريش السنه اللي فاتت. المجمد على مستوى العالم يا استاذ شعبان عشان دي فاكهه مجمده وبالتالي مش خايفين كتير من الفيروس وانتقاله وهو الى اخره، يعني تقريبا في امريكا، انا بتكلم في بلد انا موجود فيها، تقريبا نسبه المجمد في كل الخضروات بما فيهم الفراوله زادت بنسبه 30-40%. يعني احنا كدوله مصريه الحمد لله لحد ما انا شايف اكلمك دلوقتي وبناء على الصادرات المجمد اللي طلع من مصر في الفراوله لحد دلوقتي احنا كويسين جدا جدا جدا. يعني في زياده كمان عن الموسم اللي زي النهارده بالظبط، لانه الناس ما بتخافش من المجمد بره. يعني اي عامل بره ما جاش وقال له لا مش عاوز منك مجمد، لانه المجمد اوتوماتيكلي سيف، يعني امن، واخد بال حضرتك؟ ونامل طبعا ان الموسم اللي جاي يكون الجائحه بتاعت كورونا دي قلت شويه والدنيا هديت، وطبعا التصدير يبقى احسن في الفريش، لان احنا بنتكلم على شهر 11 او اخر 11 ولا اول 12، وان شاء الله ربنا كريم. بس بالنسبه للاجمالي بتاع الصادرات المجمد لحد دلوقتي في مصر ماشي الحال، وانا مش شايف اي تغيير على الاطلاق، ده بالعكس في شركات ما شاء الله لحد دلوقتي احنا لسه ما خلصناش السنه وزادت عن 7-8 طن تصدير من المجمد. طب دكتور فيما يخص الاصناف، يعني من خلال خبره حضرتك في مجال تربيه الاصناف الفراوله، ايه الصنف المميز زرعته في مصر بصوره كبيره جدا وليه المستقبل الاكبر خلال الفتره اللي جايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا من سنتين دعينا مجموعه من الكبار المزارعين المصريين والناس اللي شغالين في المجال ده وقعدتهم مع البريدر بتاع فلوريدا وقالوا طلباتهم بالنسبه للاصناف الفريش والاصناف المجمده. وفعلا هو اشتغل السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول وطلع أصناف مميزة جدا لمصر، بمعنى يعني مصر دلوقتي من مركز عاشر في إنتاج الفراولة المجمد وتصديرها لمركز أول سنة 2019. فعلا تخيل بقى أما ينزل كمان ثلاث أصناف، يعني إحنا عندنا في مصر الصنف اللي هو تقريبا خلينا أقول لك مثلا 98% أو 95% من المجمد بيطلع من صنف اسمه الفيستفال اللي هو بتاع جامعة فلوريدا. جامعة فلوريدا عندها أربع أصناف دلوقتي في السوق المفروض ينزلوا مجمد وخصيص المصري. تخيل لما طب يا دكتور حاجة فنية بس، حاجة فنية، وإزاي الصنف بيتم يعني إنتاجه في دولة تانية ويكون مناسب للظروف الجوية والمناخية والتربة في مصر؟ لا هو من حسن حظ مصر بقى أو يعني كذا إن الجو في فلوريدا يعني تقريبا زي الجو في مصر من ناحيه درجات الحراره في الصيف وفي الشتاء، من ناحيه درجات فتره الضوء الليل والنهار. بالعكس الاصناف اللي تبقى في فلوريدا ممكن انتاجيتها في مصر تبقى مره ونص عن الاصناف اللي عن انتاجها عندنا في مصر يعني.
فهي هي الظروف اللي بتخدم المسألة دي كلها. ولكن هو الراجل سمع من المصريين على ايه؟ ان هو عاوز صنف مثلا درجة السكر بتاعته كذا، ان هو صنف يبقى جامد يتحمل التجميد، ان هو صنف ما يبقاش يعني عصير كتير، او يعني ما يبقاش يبقى فيرم يعني جامد عشان يتحمل الشيبنج الفترة الطويلة دي كلها. شركة إيكلاند بقى مش بس برنامج جامعة فلوريدا أستاذ شعبان، برضو والناس كلها في مصر عارفة الحكاية دي دلوقتي. شركة إيكلاند خدت ثلاث برامج تانية لتربية الفراولة على أساس إن هي تنزل أصناف طول السنة، يعني مثلا أصناف فلوريدا بدري. يعني حضرتك يعني شركة إيكلاند بتتعامل مع الجامعات في إنها بتدعمها ماديا علشان ينتجوا أصناف، صح؟ بالظبط. لا هي اللي بتسوق الاصناف بتاعتهم. يعني مثلا برنامج زي جامعه فلوريدا بيقول له ان انا عندي 10 اصناف فراوله، 15 صنف فراوله، هو بيقول له انا هاخدهم اسوقهم لك في افريقيا في دوله كذا ودوله كذا ودوله كذا ودوله كذا، وانا هاخد نسبه تسويق وانت هتاخد نسبه حق ملكيه بتاعك، بحيث ان النسبه دي هترجع لك عشان تكمل ابحاثك بيها. ده الوضع كده. شركة إيكلاند بقى من أقوى الشركات العالمية في هذا المجال، فهي واخد صنف برنامج في أستراليا، برنامج في جامعة فلوريدا، برنامج في أسبانيا، خلت برنامج كامل دلوقتي في جنوب ساوث أمريكا. الأصناف دي كلها لو جات مصر بتتجرب، والله اللي يمشي معانا هناخده، مش يمشي معانا خلاص. يعني انت واخد بال حضرتك؟ فأنا أقصد أقول لك عاوزين يشغلوا مصر من بداية الأسبوع الأولاني أو الثاني من نوفمبر لحد شهر 7 أو 8، والباقي ده كله هيخش تجميد. يعني هو ياخد الفريش الموسم بتاعه من 3-4 شهور الأولانيين لحد بعد الكريسماس بشهر ولا شهر ونص، وبعدين بعد كده طبعا أنت عارف والناس في مصر كلها عارفين إن هو بيبتدي بقى يجمع عشان يدخل مصنع ويدخل تجميد. يعني يعني الفلاح المصري ما شاء الله نفخر بيه، ما فيش الانتاج بتاعه ما بيروحش، ما فيش كيلو بيروح هباء يعني، واخد بال حضرتك؟ كله ليه استخداماته يعني. طب دكتور فهيم، بالنسبه للبروتوكول، نرجع تاني للبروتوكول، يعني متوقع يتم توقيع هذا البروتوكول خلال فتره قد ايه؟ وايه ابرز البنود اللي موجوده في هذا البروتوكول؟ والله ابرز البنود ان 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 لو المسؤولين المصريين ابدوا اهتمامهم وحموا الناس دول وحموا اصنافهم في مصر، انا صدقني المردود هيبقى غير طبيعي، على من اول الفلاح الصغير لحد المصدر لحد الحكومه لحد الدوله نفسها، لانه انت بتتكلم في دخل تاني خالص. يعني يعني المشكله يا استاذ شعبان، يعني احنا كمان يا دكتور مش هنقتصر على انتاج اصناف تغطي السوق المحلي، احنا هنصدر لدول تانية واسواق تانية زي الاسواق الافريقيه مثلا او الاسواق العربيه. لا لا، انا بقول لحضرتك، انت بتصدر دلوقتي، مصر بتصدر ل 72 دوله فراوله. مصر لو حضرتك رحت الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، مصر بتصدر فراوله طازه لحوالي 48 دولة، وبنصدر فراولة مجمدة ل 72 دولة. وحضرتك روح واسأل وشوف الداتا اللي موجودة، أنا بقول لك حاجات على الحقيقة. تخيل بقى إن أنت هتصدر للدول دول كلهم شتلات من عندك، من مصر، شوف الدخل هيبقى شكله إيه من مصر. تمام. الناس مبسوطة، يعني السنة اللي فاتت قالوا إن مصر صدرت 4 مليون شتلة. طبعا لما بتقول مصر بتصدر 4 مليون شتله، هي مصر ما عندهاش اصناف خاصه، هي ما عندهاش اصناف عشان تصدر اصلا. فانا بس بوضح الحته ديت، مش بتهم واحد او شخص او الى اخره. لما واحد يطلع في التلفزيون ويقول احنا بنصدر ما ينفعش حتى يقول كده. هو المساله ايه؟ انت بتصدر 4 مليون، لا، لما يبقى رسمي انت هتصدر 50 مليون شتله. طب حضرتك انت وحضرتك معانا كمان، احنا معانا المهندس عماد مهدي استشاري زراعة الفراولة. باشمهندس عماد، هو الدكتور فهيم كمان معانا على الهواء. باشمهندس سامعني؟ سامعك يا شعبان. باشمهندس عماد، احنا بنتكلم على المحصول الفراولة، حضرتك استشاري زراعة الفراولة. محصول الفراولة خلال الفترة الأخيرة ازاي؟ وضعه ايه في ظل فيروس كورونا؟
هل تأثر بالأزمة اللي موجودة حاليا ولا ايه؟ وبالنسبة للمزارعين، أوضاع مزارعين الفراولة ايه دلوقتي؟ بالنسبة لمحصول الفراولة، طبعا احنا اولا بنشكر البرنامج لدعمه الدائم للقطاع الزراعي، ومعانا استاذنا ودكتورنا فاضل الدكتور فهيم، ودعمه الدائم لينا بتعتبر الشركة الرائدة اللي بتمثل 67% من أصنافها اللي بتزرع في مصر. بالنسبة لمحصول الفراولة فيما يخص مرض كورونا، أنا عايز أقول لك إنه محصول الفراولة من المحاصيل اللي كان ليها أثر إيجابي مش سلبي بسبب مرض فيروس كورونا. محصول الفراولة السنة دي بأحداث مرض كورونا في وانتشاره في العالم أتى بالإجابة على مصر، في إن مصر تربع على عرش الذهب الأحمر على مستوى العالم في المجمد في المركز الأول، بعد أن كانت في المركز الثاني والثالث على المنافسة بينها وبين بولندا وهولندا وإسبانيا. محصول الفراولة بيعد من المحاصيل الاقتصادية ذات الجدوى اللي بتضر دخل قومي على المزارع، وبتمثل فئة كبيرة جدا من قطاع الزراعة بما يخص قطاع العمالة اليومية الدائمة فيها، اللي بتتصل في الفدان قرابة من 40 ل 50 ألف جنيه عمالة، وده بيمثل عائد اقتصادي على الدخل بالنسبة للعاملين. تاني شيء، محصول الفراولة أصبح الآن المحاصيل التصديرية الأولى في مصر، وبعد تربع مصر على عرش الذهب الأحمر أصبح الآن لنا فرصة قوية جدا إن احنا نتمسك بهذا المركز، واني نتكاتف من اجل انتاج محصول امن كما هو متبع، وطبعا وفقا طبعا لتوجيهات القياده الرشيده وقرار رئيس الجمهوريه ب قانون الزراعه العضويه، وده بيمثل نجاح للمنتج الزراعي المصري، لانه اصبح الان مصر محطه انظار للجميع. فلذا يجب على الوزارة والقيادة السياسية أن تنظر بعين الحكمة نحو قطاع الذهب الأحمر في دعمه وتنميته في كل الاتجاهات بما يخص عمليات الدعم سواء كانت الفني أو طب احنا الماسي. احنا قبل ما يعني نقطة الدعم دي ممكن نتكلم فيها، لكن أنا عاوز دكتور فهيم معايا حضرتك. معاك دكتور فهيم. الباشمهندس عماد وهو كان المفروض يبقى معانا على الهواء، لكن حصل ظرف طارئ معاه في الطريق، وان شاء الله يكون بخير. اتكلم على نقطه مهمه جدا، وهي ان يتم انتاج محصول امن خاصه في ظل صدور قانون الزراعه العضويه. حضرتك شايف كلمه محصول امن وقانون الزراعه العضويه ازاي ممكن نوظفهم ونستفيد منهم خلال الفتره اللي جايه؟ دي برضو من الحاجات المهمه جدا استاذ شعبان. بالنسبه للفراوله، جامعه فلوريدا تقريبا بتزرع حوالي 11000 فدان او 12000 فدان فراوله بالمقرب مصر، طبعا ولا حاجه تقريبا ربع اللي احنا بنزرعه. احنا تقريبا عندنا فوق ال 40000 فدان دلوقتي لو الاحصائيات مظبوطه فراوله. ابتدت الزراعه العضويه بتاعتها للفراوله بقى لها حوالي 4 5 سنوات. دي برضو من الحاجات المهمه جدا، او انا بعمل يعني كولابوريشن ساينتفك، يعني في مشروع علمي بقى بين الجامعه وبين باحثين مصريين بناخد عليه فند عشان نعمل الزراعه العضويه في مصر. لانه انت عارف الزراعه العضويه، يعني يمكن الباشمهندس احمد بيتكلم من ناحيه موضوع امن للجميع، ان ما فيش متبقيات مبيدات، ان المنتج لما يروح مصر وتعمل له تحليل ما يبقاش فيه النسبه اعلى من المسموح بيها و الى اخره. انما موضوع الزراعه العضويه دي حاجه ثانيه خالص، انت بتتكلم على يعني سعر المنتج بتاعك هيبقى مرتين ونص ولا ثلاثه عن السعر العادي. فعلا اسواق جديده هتتفتح قدامنا، اسواق معينه. بالظبط، هيبقى يعني انت بتتكلم في قصه وموضوع ثاني خالص يعني بالنسبه لي. انما الزراعه الامنه، انا بصراحه من خلال انا بنزل مصر كتير جدا رايح جاي، يعني من اللي انا بشوفه من المجهودات اللي بتتعمل من الوزاره والجهات المختصه بالنسبه لتامين سلامه جوده المنتج المصري، احنا يعني 100% احنا يعني ضربنا كل المقاييس اللي ممكن اي واحد فينا يبقى فخور ببلده فيها من الناحيه دي. طب احنا نروح نروح للباشمهندس عماد دكتور فهيم، ويا ريت حضرتك تكون معانا. باشمهندس عماد، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه وهي الدعم الفني
والمعنوي والمادي بالنسبة لمزارعين الفراولة. إيه اللي ممكن تقدمه الجهات المسؤولة للمزارعين مزارعين الفراولة من دعم فني أو مادي أو غيره؟ طبعا سيادتك تعلم انه خلال ايام طبقا لتوجهات توجهات الرئاسه هيتم صدور قرار منظومه التكويد الجديده للحجر الزراعي اللي بيرعاها وزير الزراعه والسيد الدكتور احمد العطار. والمنظومه دي بتتيح للجميع انه يسمح للفلاح انه يكود مزرعته. دي هتخلينا في حاله تتبع كامل لجميع المساحات المزروعه، وبالتالي هيكون في دور كبير جدا على الوزاره في انها تقدم الدعم الفني واللي بيمثل من خلال قطاع الارشاد او خلال الشركات الخاصه الموجوده في السوق. وطبعا في كتير من المنح والمنظمات اللي حاليا بتسعى انها تقدم الدعم ده بشكل علاقات. وحصل فيه تقريبا مشكله في دكتور فهيم، حضرتك معانا؟ لا انا معاك يا استاذ شعبان. حضرتك بالنسبه للشروط الحجريه او شروط التصدير في مصر، حضرتك شايفها ازاي بالنسبه لمصر في ظل الحاجات اللي بتتعمل من حجر الزراعه ووزاره الزراعه فيما يخص عمليات تكويد المزارع؟ هل حضرتك شايف هذه الاجراءات مناسبه بالنسبه لعمليات التصدير للخارج؟ انا شايفها مناسبه جدا جدا جدا، ومن ضمن الاقتراحات اللي انا قلتها يعني لبعض المسؤولين ان انا ممكن اتدخل، وفعلا تدخلت واتكلمت مع الشركه والجامعه ان في جزء من البروفيت او الدخل اللي هيخش من العمليات دي كلها ان هو يتم توظيفه بشكل او باخر على حسب رؤيه الجهات المسؤوله لدعم احد هذه الافرع يعني. يعني انا ما اتدخلش فيها، هو المسؤولين يعني ممكن مثلا يقول انا اخد 5% ولا 10% ولا 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 وده ادعم بالمزارع، سواء كان بقى في شتله، سواء كان بقى في تكويد، سواء كان في موبيلات، هو يعني حر. انما انا شايف ان هي خطوه يعني رائعه بتتاخد، ودي كلها يعني لحمايه المنتج المصري في الاخر، وان هو حاجه تطلع تليق باسم مصر. طب دكتور فهيم، هو المهندس عماد رجع لنا تاني وهي عاوزينه، بس باشمهندس سمعت حضرتك معانا. معاك يا استاذ شعبان. هو الدكتور فهيم انا اتكلمت معاه باستفاضه عن بروتوكول تعاون المفروض يتم توقيعه، وهو مقترح من جامعه فلوريدا وشركه اكرند لتوقيعه مع وزاره الزراعه. هذا البروتوكول لو حضرتك تابعته وتابعت تفاصيله، كيف ترى تاثيره على المزارعين ودعم المزارعين في الحصول على الاصناف الجديده والشتلات ومواجهه الشتلات والاصناف اللي بيتم يعني او المضروبه من الاخر؟ فحضرتك شايف هذا البروتوكول ممكن ازاي يدعم الفلاح في مصر؟ طبعا البروتوكول اللي هيتم توقيعه بين الشركه وبين الوزاره وجامعه فلوريدا هو مطابق طبقا لمبادره السيد الرئيس في البرنامج الوطني لانتاج التقاوي ومحاصيل الخضر، وده هيساعد المزارع ان هو يحصل على محصول الفراوله او النبات الخاص بيه بشكل امن وبشكل ميسر عليه، بعيد عن اجراءات بقى الشحن والنقل والمصروفات. هيعود بالاتي بسعر اقل. وطبعا العام الحالي شركه ايكلاند دعمت مزارعي الفراوله بشكل قوي جدا في توفير نباتات بسعر التكلفه للمزارعين، دعما منها كما تعودنا منها دائما. ولكن المشروع هيعيد عليا ويديني فائده كبيره جدا، بان انا هيكون النبات اللي موجود عندي هو نفس الرتبه اللي بتجيلي من بره، وبرضه هيديني سعر كويس، وبالتالي هتكون النباتات متوفره للجميع عشان نكسر سوق الكسل اللي موجود اللي بيحصل عنه مشاكل كتير. يا باشمهندس عماد، هل ترى ان هذا البروتوكول ممكن نواجه بيه بيع وتداول الشتلات بطريقه غير مشروعه؟ طبعا البروتوكول يساعد على نشاط عملية التسويق والبيع داخل مصر وخارجها. مصر بتعتبر من الدول حاليا اللي بتصدر حوالي قرابة 4 مليون
واكثر الى دول مصرح ليها بالتصدير، الى جانب دول اخرى زي ليبيا. 4 مليونيه 4 مليونيه نبات مصدر، نبات شتله نبات يعني شتله، الى جانب 25 مليون بيتم تصديرهم من خلال منافس ليبيا. الامر ده طبعا هيعود بالفايده على الوزاره بان احنا ننتج منتج وتبقى مصر محطه متكامله لانتاج نبات وشتلات فراوله تغزو العالم، وخصوصا ان جو مصر وظروفها البيئيه هتسمح ليها انها تبقى محطه متكامله، وخصوصا طبعا دلوقتي ان احنا امريكا في عمليات النقل والشحن بتكلف كتير جدا، فلما تكون في محطه زي ديت هتوفر منتج ميسر وبسعر منخفض للفلاح، هيكون تحت رعايه ودعم الوزاره والجهات المعنيه، هتكون متوافق مع البرنامج الرئاسي لانتاج البرنامج الوطني لانتاج المحاصيل والخضر في مصر، وتصديرها فيما يخص القاره الافريقيه بصفه مصر دلوقتي حاليا هي رئيسه المنظمه في القاره الافريقيه مع توجيهات الرئيس. بالامر ده هيكون بالتالي عائد مادي بشكل كبير على مصر في قطاع تصدير النباتات، وعلى الفلاح في الحصول على منتج آمن ومن مصدره الحقيقي، ويمنع عملية الإكثار، ويعطي المربي أن يدينا أصناف جديدة، لأن المربيين في دول العالم بتمنع تداول الأصناف الجديدة بسبب عمليات الإكثار اللي بيتعطل برامجهم وبتوقف عمليات دخولهم لأصنافنا، لأنه بيضيع حق المربي في هذه الأصناف نتيجة عمليات الإكثار الغير مشروعة والتي تتم تداولها بشكل غير مشروع. هذا بيأثر طبعا على أن أنا بنتج منتج غير آمن مليء بالأمراض الفطرية في بيئة غير مؤمنة، سواء كان من تعقيم أو إنتاج في صوبات مؤمنة. طبعا لما يتم هذا البرنامج تحت إشراف الوزارة ومن جامعة فلوريدا ودعم إيكلاند لينا كما تعودنا، هيكون بعائد مادي وفني ومعنوي كبير على السوق المصريه والصادرات. انا بشكر حضرتك جدا مهندس عماد مهدي استشاري زراعه الفراوله، وللاسف هو كان المفروض يكون معنا لكن حصلت له ظروف في الطريق. كمان احنا دكتور فهيم حضرتك معنا، عاوز بس في اخر او نهايه الحلقه من حضرتك، امتى هنوقع البروتوكول؟ متى تتوقع حضرتك انه يتم توقيع البروتوكول؟ أنا والله أنا منتظر يا أستاذ شعبان، يعني أنا بعت وعملت المفروض أعمله من ناحية جامعة فلوريدا ومن ناحية الشركة، وعلى استعداد كامل في أي لحظة منتظر الرد من الجهات المصرية، وإن شاء الله نوقع ده. إحنا المفروض كنا هننزل في شهر 3 للأسف الشديد عشان نقابل معالي الوزير شخصيا، ولكن بسبب القيود بتاعة السفر وكده، بس انا طلبت من الساده المسؤولين في مكتب معالي الوزير ان وقت ما يحبوا هنعمل فيديو كونفرنس مع كل المسؤولين الامريكان ونوقع ده باي طريقه هم عاوزينها او شايفينها في صالح مصر اولا قبل اي حد تاني. وبس نقطه بسيطه قبل ما تقفل، انا ما بتكلمش بس على الفراوله يا استاذ شعبان، انت بتتكلم في جامعه لها كيانها الزراعي وشركة لها كيانها الزراعي عالميا، انت بتتكلم على 5-6 محاصيل تانية مع الفراولة. لو دخلوا مصر بالنسبة مثلا للصوب الجديدة لسيادة الرئيس واللي كل واحد فينا يفخر بيها 100,000 فدان صوب، احنا عندنا محاصيل تانية زي البلاك بيري والبلو بيري والراسبيري. شركة إيكلاند دي خدت من 3 سنين برنامج تربية الموالح كامل، سواء كان برتقان او مندرين او يوسفان، ب 14 سم دول لو ينزلوا يجربوا في مصر، المزارع المصري ليه خبرته وكيان هيقدر يقول لك ده حلو وده وحش، ده انا مش عاوزه كده، ده انا عاوزه وكل الاصناف خاضعه للتجربه وفقا للمناخ بتاع البلد وفقا انا بشكر حضرتك جدا دكتور فهيم. تفتح سوق كبير ودخل كبير، اتمنى ان هو يتم إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور فهيم كورة مدير برنامج تربية الفراولة بجامعة فلوريدا، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا الحقيقة موضوع الفراولة من أهم المواضيع اللي ممكن
وهي غيرها من المحاصيل الخضر اللي موجودة في مصر، باعتبار أن مصر من الدول الرائدة في الزراعة خاصة الصادرات الزراعية التي تتعلق بالخضر. لكن عندنا مشكلة أساسية وكبيرة هي التقاوي. تقاوي الخضر بنستورد حوالي 98 أو 99% منها بأكثر من مليار دولار. خطوة زي دي زي بروتوكول التعاون ممكن يفيد مصر في فتح أسواق كتير لينا كتصدير للشتلات اللي بيتم إنتاجها في مصر والأصناف، وكمان نغطي السوق المحلية في إطار البرنامج القومي لإنتاج التقاوي اللي بدأ وزير الزراعة أمس في إعادة عمله مرة أخرى، وعمل اجتماع بين الجهات المسؤولة في للانطلاق مرة أخرى. مشاهدينا إن شاء الله الخميس المقبل حلقة مهمة جدا من برنامج من سيزرع المليون، هتكون عن القطن المصري، قطن لأول مرة أورجانيك. هل حد سمع فينا قبل كده عن قطن أورجانيك 100%؟ تجربة فريدة من نوعها بين معهد بحوث أرض القطن بوزارة الزراعة وبين الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة المنوفية. فيها تفاصيل كتيرة جدا، رحنا محطة آدم، محطة بحثية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي محطة بحوث سخا، هنشوف منها التجربة، صورنا هناك، وانتظرونا إن شاء الله الخميس المقبل، ومعكم شعبان بلال.